سامية زين العابدين، مدير تحرير جريدة تلمسة. احنا عارفين فندم ان مصر مش بتحارب هؤلاء التكفيريين، دول أداة، وعارفين ان هناك قوة استخباراتية دولية وأقليمية وراء هؤلاء. في الفترة الأخيرة فندم، بعض هذه الدول بتبث سمومها من خلال بعض وكالات الأنباء التابعة ليها أو بعض صفحات التواصل، من خلالها بتحاول تبث الفرقة والتشكيك لدى المواطن والشعب المصري في جيشه، وفي محاولة لوأد النجاحات القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية بتقوم بيها. أنا برجو من حضرتك فرصة، كل المصريين هيستمعوا لهذا اللقاء، إزاي حضرتك نحصن ولادنا وشبابنا ورجالتنا من أبناء الشعب المصري من الحرب الشرسة اللي بتقودها حاضر تلك الأجهزة من خلال أبواق معاداة. حاضر. طبعا شكرا لحضرتك، لأن بتتزامن مع العملية في بعض وسائل الإعلام بتتداول بعض الأخبار تماما غير صحيحة، وأنا بأكد على كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عن العمليات، سر عمليات بشمال ووسط سيناء بالأخص. وإحنا بنوافي الشعب المصري بالبيانات الرسمية من القوات المسلحة بصفة يومية، ونرجو الرجوع إليها بكل شفافية ومصداقية البيانات اللي بنتداولها. فطبعا أنا بطمن حضرتك أن جميع الأخبار إحنا بنغطيها من خلال بياناتنا الرسمية، وبنرجو طبعا من وكالات الأنباء مرة أخرى عدم تداول أي أخبار غير صحيحة عن سير العمليات ورجوع المصادر الرسمية. تفضلي.